مساعدات إنسانية من روسيا الاتحادية مقدمة للشعب السوري، تم توزيعها في مركز الإقامة المؤقتة في لدوير بريف دمشق. توجهت سيارات المساعدات الإنسانية من الصديقة روسيا إلى أحد مراكز الإيواء لتستقر في مركز الدوير في ريف دمشق، حيث وزعت دفعة جديدة من المساعدات على المقيمين في مركز الإقامة المؤقتة بالتعاون مع محافظة ريف دمشق. ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم العقيد أرتوم كازانكوف صرح أن المساعدات المقدمة اليوم تبلغ كميتها 3 أطنان من المواد الغذائية، وهي عمل إنساني بامتياز، وتأتي في إطار الجهود الروسية للتخفيف من انعكاسات الأزمة على السوريين بشكل عام والمقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة بشكل خاص. اليوم جاءنا بالمساعدة بوزنه 3 طن بالإجمالية. للمساعدة الإنسانية للأشخاص الذين يسكنون هنا في هذا المكان. نحن جاءنا بمواد الأكل وننتشر بينهما هذا الهدف للمساعدة. اليوم الأصدقاء الروس استمرارا لما بدأوه بمحافظة ريف دمشق بجميع مناطق المحافظة عم يوزعوا حوالي اليوم ل 235 عائلة هذه المساعدات. هذه المساعدات تساهم بتعزيز الاستقرار والأمن وتعزيز المصالح الوطنية بمحافظة. أهالي مركز الإقامة المؤقتة في دوير عبروا عن هذه المبادرة. نشكر دولة روسيا الصديقة على كل المساعدات الإنسانية بتقدم للشعب السوري. شكرا كثير. والله نحن بدنا نشكر كثير روسيا إن فعلا وقت الشدة هي وقفت معنا، وهي الصديقة وتالت الصديق فعلا هي. ونحن كثير بنتشكرها، والصديق عندها الضيق وهي اللي ساعدتنا بالشدة. ليست المرة الأولى التي تقف فيها روسيا الاتحادية مع السوريين، فقد قدمت خلال الفترات الماضية كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في عشرات البلدات بمختلف المحافظات السورية بهدف تعزيز صمود السوريين في مواجهة الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليهم. فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في طرطوس يقيم حفل تكريم لأسر شهداء الجيش العربي السوري، تقديرا لتضحيات أبنائهم في سبيل عزة وكرامة الوطن. أقام فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس بالتعاون مع اللجنة الخيرية في حصين البحر حفلا تكريميا لعدد من أسر شهداء الجيش العربي السوري، وذلك في المركز الثقافي بطرطوس بحضور رسمي وشعبي. يوما بعد يوم نؤكد أن جزوة الحياة لدينا لن تطفئ، أنهم لم يستطيعوا أن يطفئوا نور الشمس في عينينا، منهم نستمد الأمل والقوة والصبر لقادم أجمل. الله يرحم الشهداء بالكامل ويشفي جرحانا ويفرج على هالبلد يا رب العالمين. نحن شو ما قدمنا للشهداء لا يمكن أن نوفين جزء يسير جدا جدا منه، لأنهم قدموا أغلى ما يملكوا، قدموا الدم في سبيل صون وعزة هذا البلد. ذوو الشهداء المكرمون عبروا عن فخرهم واعتزازهم بشهادة أبنائهم، متمنين أن تكون دماؤهم وتضحياتهم سبيل الخلاص من رجس الإرهاب. الله ينصره، وأنا يكون عندي 12 ولد في ذا الوطن، بس أنه يعطوا حقه للشهيد، بس كلمة شهادة لا مال ولا شيء بيعوض عنه. شو ما قدمنا نحن للوطن بيضل رخيص للحفاظ على أرض سوريا وشعب سوريا. الله يرحمين للشهداء ويعظم أجركم، وهن يدافعوا عن الشرف وعن الوطن وفدا سوريا، فدا سوريا لها الشهيد والشهداء كلهم. نأمل من الله أن ينتظر هذا الشعب مقابل هذه التضحيات الجسام الذي ضحوا بأرواحهم فداء هذا الوطن. أنا أملى شهيدين وأحمد الله وأشكره أني شهداء وفدا سوريا، و عندي 3 وكمان في سوريا. الله سبحانه وتعالى يحمي الجيش ويهدي هالوضع، والله يحمي الجميع ويرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى. الله يرحم كل الشهداء ويحمي هالبلد ويحمي الجيش العربي السوري. هم الشهداء الذين جسدوا باستشهادهم قيم الحياة الأبدية لتكون دماء مشاعل نور تمحي ظلام الإرهاب البغيض.
محافظ حمص يقوم بجولة على المركز الصحي في حي الأرمن للاطلاع على حسن سير الخدمات التي يقدمها المركز. بهدف المتابعة الدورية للقطاعات الخدمية بمحافظة حمص وخاصة القطاع الصحي، قام طلال البرازي محافظ حمص برفقة مدير الصحة بجولة تفقدية على مركز حي الأرمن الصحي من أجل الاطلاع على الخدمات التي تقدم للمواطنين بهذا المركز وتفقد سير العمل فيه. لمسنا جهد استثنائي يقوم به الكادر الطبي، أكثر من 46 طبيب وأكثر من 150 من كادر التمريض والكادر الفني في هذا المركز، يقدم خدمات تصل إلى أكثر من 1000 حالة يوميا في معظم العيادات الأذنية والجلدية والأطفال والنسائية والمخبرية أيضا والعيادات النفسية. مركز من المراكز الكبيرة ويشكل مركز ثقل، أكثر من بحدود 50 طبيب وفوق 200 ممرضة موجودين فيه، وخدماته على مدار مبنى 24 ساعة، مدار 18 لساعة تقريبا، لغاية تقديم خدمة مجانية شامل لكل أنواع العيادات الموجودة، نعتبرها عيادات شاملة. وكان خط صمود أول يعتبر بهالمنطقة هاي اللي كانت تتعرض لقذائف، كان يستقبل في مرحلة معينة ما كان في معنا مشافي عامة إطلاقا، كان يستقبل هو الكم الكبير من الإصابات. من جهتهم المواطنون أكدوا للإخبارية السورية على أن الخدمات التي يقدمها المركز جيدة وعلى مدار الساعة تقريبا، وإن كان هناك نقص في بعض الخدمات والتحاليل الطبية. الحمد لله كله هنا تمام، ومثلا الواحد يعني إذا بيجي لهون يعني بيهتموا فيه. لا الحمد لله، عم عالج بنتي كمان هون عند دكتور عيون. خدمة منيحة الحمد لله، كل ما أجينا أي ما أجينا استقبلونا استقبالي منيح. خلال الجولة جال المحافظ على كافة الأقسام والعيادات الموجودة بالمركز واطمأن على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستمع منهم عن أداء تلك الخدمات داخله، كما التقى الكادر الطبي في المركز وأثاب على جهودهم مبينا أنه سيتم توزيع المركز إما ببناء طابق آخر أو من خلال نقل بعض العيادات إلى مراكز صحية أخرى.